او اتنين او شهر. ممكن التلاجة درجة حرارتها ما كانتش 4 درجة، كانت درجة حرارتها يا اما عالية قوي يا اما برد قوي، فكرات الدم اتكسرت. ممكن يحصل اكسبوشر لكيميكالز زي الالكاليز او الاسيد، او حتى المية نفسها تكسر لكرات الدم الحمراء، والكلام ده بنقول عليه الانفيترو هيموليسيس، حصل ديستراكشن كرات الدم الحمراء بس بعد ما جمعتها نتيجة اسلوب الخاطئ في التعامل مع عينة الدم. طيب يا شباب، ايه الكونسيكونس اللي هيحصل لما يحصل لي هيموليسيس لكرات الدم الحمراء اللي عندي سواء انفيفو او انفيترو؟ الانفيترو مهمة في ايه يا شباب؟ الانفيترو مهمة علشان هتعمل لك باد جادجمنت على كرات الدم، عدد كرات الدم الحمراء، تاخد بالك منها. طيب عشان كده بيقول لك لما تيجي تعمل سي بي سي حاول تعمله في مكانين مختلفين، تعمله مرتين والمرتين في مكانين مختلفين، لو طلعوا زي بعض يبقى خلاص الوضع ثابت، لان مش معقول الاثنين غير بعض يتعاملوا مع عينة الدم هيتعاملوا بنفس الاسلوب مع نفس العين. عشان اعمل إراديكيشن للهيومن فاكتور، طيب حصل هيموليسيس، حصل ديستراكشن لكرات الدم الحمراء، ايه الكونسيكونس، ايه التبعات بتاعه؟ ممكن الانسان او الحيوان يدخل في هيموليتيك انيميا، يحصل له جوندس اللي هي صفرة. ممكن الانترافاسكولار هيموليسيس يعمل لي هيموجلوبينيميا، هيموجلوبينوريا، نتيجة كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الدم عدت الريابزوربتيف كاباسيتي بتاعي الكدني. ممكن ده كله يدخلني بستريس على الكلية يوصلها للستيج اوف رينال فيليير. تاني يا شباب، ممكن يحصل لي هيموليتيك انيميا، ممكن يحصل لي جوندس، ممكن يحصل لي انترافاسكولار هيموليسيس هيموجلوبينيميا. هيموجلوبينوريا تحصل لما الريابزوربتيف كاباسيتي بتاعي الكدني تعدى، ممكن اوصل للرينال فيل. طيب يعني ايه بقى الصفرة او الجندس يا شباب؟ يلو ديسكولوريشن للسكن، للميوكس ميمبرين، وللسكليرا بتاعت الارض، بيحصلوا نتيجة كمية البيليروبين اللي اتكلمنا عليه من شوية تبقى عالية في الدم. طيب يا شباب، احنا واحنا بنتكلم على الفيت بتاع الار بي سيز انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم البيليروبين ده هيجي يدخل على الليفر، يحصل له كونجوجيشن ويطلع لي صورة كونجوجيتيف بيليروبين، هيحصل له اكسكريشن في المية. ففي عندي 3 ستيبس، مرحلة قبل مدخل على الكبد قبل ما ادخل على الليفر، ومرحله وانا في الليفر بيحصل لي كونجوجيشن، ومرحله الاكسكريشن من الليفر عن طريق الفايل. تمام يا شباب؟ طيب ايه التايبس بتاعته؟ قال لك في البري هيباتيك والهيباتيك والبوست هيباتيك جون. البري هيباتيك ان انا بيحصل اكسسيف اماونت بيليروبين بريزنتد تو ذا ليفر ديو تو اكسسيف هيموليسيس، حصل عندي تكسير كرات الدم الحمراء بصورة كبيرة جدا، فكترت لي بكمية البيليروبين اللي رايح على الليفر عشان يعمل له كونجوجيشن. طيب الهيباتيك قال لك ان الليفر سيلز نفسها حصل لها سيروزس، فمش قادرة تعمل بروبر كونجوجيشن للبيليروبين، فبيحصل سكريشن للبيليروبين نفسه بصورته من غير ما يحصل له كونجوجيشن. او البوست هيباتيك اللي هو مش قادر يعمل حصل فيه اوبستراكشن للبايل فلو، البايل مش قادر ينزل يروح على الانتستين نتيجة ان في حاجة سدالي البيلاري ضغط سواء من بره او من جوه، فمش مخليالي البيليروبين يخرج. طيب ازاي اقارن بين الثلاث انواع من الجندس اللي عندي؟ قال لك بري هيباتيك، بري هيباتيك اللي هو نتيجه الاكسسيف هيموليسيس بتاع الار بي سيز، نتيجه الاكسسيف هيموليسيس اوف ار بي سيز، اكسسيف هيموليسيس يبقى كميه البيليروبين اللي رايح على الليفر
كتيره. البيليروبين اللي بيروح على الليفر حصل له كونجوجيشن؟ لا ده لسه ممكن. يبقى هشخصه بان انا هعمل كونجوجيتد وان كونجوجيتد بيليروبين في الدم، هلاقي الان كونجوجيتد بيليروبين كميته عاليه جدا. طب الهيباتيك الخلايا بتحاول تشتغل بس مش كلها شغاله كويس، فهلاقي فيه الكونجوجيتد الان كونجوجيتد بيليروبين عاليين. طب البوست هيباتيك الكبد شغال كويس بس مش قادر يعمل اكسكريشن، فهلاقي الكونجوجيتد بيليروبين هو اللي عايز. تمام يا شباب؟ طيب ندخل بقى لل لو اوكسجين ترانسبورت كاباسيتي بتاعه البلط نتيجه الان ادكويت برودكشن او زياده الدستربشن بتاع الار بي سيز اللي هي بنسميها عمليه الانيميا. الانيميا بتحصل نتيجه نقص كرات الدم الحمراء او الابنورماليتيز اللي بتحصل لها بتخليها ما تقدرش تشيل اكسجين. طيب لو هيموجلوبين كونتنت والهيموجلوبين ابنورماليتي ديكريز اوكسجين بايندينج ابيليتي اوف اتش هيموجلوبين مولكيول. ثاني يا شباب الديفكتيف ترانسبورت بتاع الاكسجين للديفرنت تيشوز بيدخلني في تيشو هايبوكسي. طيب الديفكتيف ترانسبورت بتاع الاكسجين ده بيحصل نتيجه عندي الحاجه اللي هتنقل لي الاكسجين من اللنج للتيشو فيها مشكله. المشكله دي يا اما عددها قليل، يا اما شكلها مش طبيعي، يا اما الهيموجلوبين نفسه كميته قليله او ما هوش طبيعي، او الاكسجين مش قادر يمسك فيه الهيموجلوبين. الاثنين طبيعيين بس في كونديشنز حصلت خلتهولي ما يمسكش. طيب انواع الانيميا ايه يا شباب؟ قال لك الانيميا اشهر نوع فيها اسمه الايرن ديفيشنسي انيميا، ده الموست كومن. ده بيحصل لي نتيجه ان الانتاج بتاعي من الايرن والليفل بتاع الايرن اللي موجود في الجسم يبقى انسفيشنت، يبقى قليل. دايتري انتاج والابسوربشن يبقى قليل. طيب الايرن مهم في ايه يا شباب؟ تخليه هيموجلوبين. جزء الهيم اللي احنا اتكلمنا عنه، الهيم ده معظمه اير. الايرن مش موجود الهيم هيتكون؟ لا. طيب الايرن ديفيشنسي انيميا بلاقي كرات الدم اللي بتتخلق لي حجمها صغير، بيسموها كده المايكروسيتيك انيميا. طيب النوع الثاني هو البرينيشيوس انيميا او الانيميا الخبيثه، ده عباره عن اوتو اميون ديزيز، مرض مناعي الجسم فيه ما بيكونش فيه انترنسيك فاكتور، فمش قادر يعمل ابزوربشن لفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 مهم للبرودكشن بتاع الهيموجلوبين. طيب مش قادر اعمل برودكشن للهيموجلوبين، هقدر انقل اكسجين بصوره طبيعيه يا شباب؟ لا. طيب البرينيشيوس انيميا عكس الايرن ديفيشنسي انيميا، البرينيشيوس انيميا بتخلق لي كرات دم حمراء بحجم كبير، لارج سايز بتاع الار بي سي، يسموها المايكروسيتيك انيميا. يبقى انا عندي في نوعين، المايكروسيتيك انيميا نتيجه الديفيشنسي بتاع الايرن، والماكروسيتيك انيميا نتيجه الايه؟ نتيجه الامبروبر ابزوربشن بتاع الفيتامين بي 12 في حالة البرينيشيوس انيميا. طيب قال لك البرينيشيوس انيميا ما بتحصلش في الحيوانات ليه؟ قال لك علشان ما بتحصلش في حيوانات زي الرومينانت ليه؟ نتيجة الطبيعة بتاعتها، في عندي رومينال دايجيشن، الرومين نفسه بيخلق لي كرات، بيخلق لي الفيتامين بي 12 والانترنسيك فاكتور، فعمر ما بيحصل فيه شورتج، فعمري ما هلاقي برينيشيوس انيميا في كاتل وشيب او في اي رومينانت انيميا. نتيجه عمليه الرومينيشن اللي بتحصل للحيوانات دي. طيب اللهم
كده سعر رفع وطلع. النوع الثالث من الانميات يا شباب هو الليد بويزنينج انمي. الليد لما بيدخل الجسم فمعظمه بيمسك فيه الار بي سيز او بيدخل الار بي سيز، فبيعمل لي انترفيرنس مع البرودكشن بتاع الهيموجلوبين، فبالتالي هيقلل لي قدره نقل الاكسجين، فبالتالي هيدخلني في حاله انيميا. الانيميا ديو تو الكرونيك ديبليتينج ديزيزز، الامراض اللي بتستمر مع الانسان او الحيوان لفتره طويله بتهبطه، بتكسر كل حاجه في جسمه، بتخليه مش قادر يشتغل بصوره نورمال. تمام. طيب الكيدني ديزيز تعمل لي انيميا؟ قال لك اه، عشان الكيدني مهمه في عمليه الاريثروبيوزيس، نتيجة ان هي تنتج لي 80% من الهرمون المسؤول عن البرودكشن بتاع الار بي سيز اللي سميناه الاريثروبيوتين. تمام يا شباب. اي مشكلة في الكلية هتعمل لي انترفيرنس مع البرودكشن بتاع الاريثروبيوتين، فبالتالي مش هتعمل لي ستيميوليشن للبرودكشن بتاع الار بي سيز من البون مارو، فبالتالي هدخل بانيميا. النوع السادس هو الابلاستيك انيميا. لما يحصل اكسبوجر للانسان او للحيوان لراديشن زي اللي يجي لهم ربنا يعافي الجميع سرطانات وبيضطروا ان هم يعالجوها بالراديشن، ده بيعمل لي ايه؟ يعمل لي ديستراكشن للبون مارو، فبالتالي البون مارو ديستراكتد، فمش هيقدر يخلق لي ار بي سي، مش هيقدر يخلق لي ار بي سي، المصنع اتضمر. النوع الثاني يا شباب اللي هي الانيميا ريزلتنج من الرابيد ار بي سي ديستراكشن، كرات الدم الحمراء هتتخلق بس هيحصل لها رابيد ديستراكشن اندر اني كونديشن. اول حاجه الجلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي في الار بي سي. جلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز ده عباره عن انزيم مهم في المقاومه بتاع الار بي سيز لوجود اي كيماويات سواء في الاكل او الميديكيشن تدخل الدم تاثر على كرات الدم الحمراء. جلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز اللي هو بارت من البنتوز فوسفيت شنط، ده مهم جدا في الار بي سيز علشان بيزود قدرتهم على المقاومه لاي حاجه تاثر على كرات الدم الحمراء جايه من الفود او الميديكيشنز اللي انت بتاخدها. طيب حصل في عندي ديفيشنسي للانزيم ده، على طول يحصل لي كيميكالي انديوز او بيرستنج للار بي سي. تاني نوع هو الهيريديتوري سفيروسايتوزيس. احنا قلنا شكل كرات الدم الحمراء يا شباب باي كونكيف، تخيل انت هي الشكل ده اتغير بقت في صورة سفيرس، بقت مدورة نتيجة ديفكت في السيتوسكيلتون بتاعها، الهيكل العظمي بتاع كرات الدم الحمراء في مشكلة، خلى الكورة بدل ما هي باي كونكيف بقت تبقى كرات الدم الحمراء فراجايل. اي تغير بسيط في البيئه اللي موجوده عندي في الدم هيخلي يحصل لها ديستراكشن بيرست وادخل في عمليه انيميا. الاوتو اميون هيموليتيك انيميا نتيجه الديستراكشن بتاع الار بي سيز اللي الجسم بيعملها ان هي غريبه عنه، الجسم مش قادر يتعرف عليها. الجسم كل الاميون سيلز اللي عندي كل الاميون ايجنت اللي موجوده في الجسم تعرفولي على كرات الدم الحمراء ان هي غريبه، بقت نون سيل، بقت مش بتاعه الجسم، فيقوم يعمل لها ايه؟ يعمل لها اتاكينج، يعمل لها فاجوسايتوزيس ديستراكشن، بدخل في حاجه اسمها اوتو اميون هيموليتيك انيميا. النوع
الاخير هو السيكل سيل انيميا، اللي هو كرات الدم الحمراء بتبقى في صوره منجليه ومطوله شويه. ده برضه هيريديتري ديزيز، بيكون فيه ابنورمال فورم من الهيموجلوبين بيخليه ما يقدرش يشيل اكسجين بصوره طبيعيه، ويحصل ايزلي ديستراكشن لكرات الدم الحمراء وادخل في انيميا. طيب عكس الانيميا يا شباب، الانيميا ده نقص في كرات الدم الحمراء او في الصبغه اللي بتنقلها كرات الدم الحمراء اللي هي ايه الهيموجلوبين. عكسها عمليه اسمها البوليسايسيميا. البوليسايسيميا ده نتيجه زياده في التوتال نمبر بتاع الار بي سي، نتيجه الزياده في ايه في التوتال نمبر اوف ار بي سي. الزياده في كرات الدم الحمراء يا اما هتكون نتيجه مشكله في البون مارو، ودي بيسموها بوليسايسيميا بيرا، مشكله في البون مارو ودي بيسموها بوليسايسيميا بيرا. في الحاله دي الليفل بتاع الاريثروبيوتين هلاقيه طبيعي، لان المشكله مش في اي حاجه، المشكله في المصنع نفسه في البون مارو. تمام. ممكن تكون نتيجه كرونيك افيكت اوف لو اوكسجين ليفل في البيئه المحيطه بيا، فده هيخلي لي الاريثروبيوتين يعلى بصوره عاليه، يعلى بصوره كبيره، يحصل اكسسيف برودكشن اوف اريثروبيوتين، فعلشان يعوض لي اللو اوكسجين ليفل، عشان يخلق لي كرات حمراء، كرات دم حمراء بكميه كبيره تقوم ايه تمسك لي في اي اكسجين يوصل على اللنج وتوصله للتشو، او نتيجه عمليه الديهايدريشن، واحد ما بيشربش اي سوائل، كميه البلازما اللي موجوده في الدم هتقل، فبالتالي البلازما قلت، السيلولار بار يزيد، فادخل في حاله بوليسايسيميا نتيجه الديهايدريشن. طيب هل البوليسايسيميا مشكله؟ قال لك دي بتزود لي الاسبوزيتي بتاع الدم، فبالتالي هتخليني ادخل في مشاكل لها علاقه بالهيموريدج والثرومبوسايتوز. تخيل الدم بدل ما هو ماشي بصوره طبيعيه، الدم بقى زي العسل كده، هيمشي بالراحه، يبتدي يتجلط بسرعه، يبتدي يخرج من الاورفيسز، ويبتدي يحصل لي هيموريدج نتيجه الزياده في الفيسكوزيتي بتاع الدم. طيب حد عنده اي مشكله في كرات الدم الحمراء يا شباب؟ كده المفروض التوبرز بتوع المحاضرات بقوا ماشيين مع بعض. نبتدي النهارده بقى في الجزء الجديد اللي هو البلاد بلاتي او الثرومبوسايت. البليتلتس بيتخلقوا بليفل حوالي 200 بليون في اليوم، بيتحكم فيهم هرمون اسمه الثرومبوبايوتين. احنا قلنا اللي بيتحكم في كرات الدم الحمراء هرمون اسمه يا شباب الاريثروبايوتين، لكن اللي بيتحكم في البليتلتس او الثرومبوسايت حاجه اسمها الثرومبوبايوتين. عكس كرات الدم الحمراء اللايف سبان بتاعها 120 يوم، البليتلتس بتعيش لي من 8 ل 10 ايام في السيركيوليشن. طيب ايه اهميه البليتلتس يا اسماء؟ البليتلتس بتطلع لي 3 ميجور فاكتورز. ثرومبوكسال اي اللي هو بيزود لي اللوكال بليتلت اجريجيشن، سيرتونين اللي هو بيعمل لي انهانسمنت للفازو كونستريكشن، والثرومبوبلاستين اللي هيعمل لي بروموشن للبلاد كواجوليشن، والثلاث حاجات دول مع بعض هيعملوا لي بروبر هيموستاسيس، هيوقفوا لي النزيف بصوره كويسه. توقيف النزيف بصوره كويسه هيتبعه ان الجسم هيبتدي يعمل ووند هيلينج، هيبتدي يداوي الجرح اللي حصل عنده. تمام يا شباب. طيب لو جينا نتكلم بقى يعني ايه هيموستاسيس، خدوا بالكم يا شباب في حاجتين الكلام فيهم قريب من بعض، هوميوستاسيس هيموستاسيس،
هوميوستاسيس اللي هي قدرتي ان انا احافظ على الانترنال انفايرومنت بتاع جسمي بلها بصوره نورمال، بحافظ عليها النورمال فيسيولوجيكال رينج. لكن هيموستاسيس دي ناتشورال بروسيس اوف ستوبنج البلد فلو او اللوس بتاع البلد فولوينج انجن، تمام؟ عمليه البلد كواجوليشن بنسميها الهيموستاسيس، ان انا اوقف النزيف بيسموها الهيموستاسيس. طيب ازاي يحصل عندي هيموستاسيس؟ قال لك في عندي 3 ميجور ستيبس. اول حاجه اصغر حجم الانجورد بلاد فيزل، اصغر الدايمتر بتاعه نتيجه الفاسكولار سباز. ثاني حاجه هعمل بليتلت بلاج تسد لي، هعمل سداده من البليتلت تسد لي الفتحه اللي حصلت في البلاد فيزل. الحاجه الثالثه هعمل كواجوليشن للبلاد في الحته دي وامنع خروج الدم منه. طيب لو جينا نبص على البلاد فيسل اللي قدامكم ده، حصل له انجري دبوس فبدا يخرج الدم منه. طيب اول حاجه هيجاوب عليها الدم، هيجاوب عليها الانجرد بلاد فيسل ان هيطلع لي السيرتونين. السيرتونين ده بيعمل لي انستنت فازو كونستريكشن او فيسل سباز، تمام؟ بيستمر معايا لمده نص ساعه. البازو كونستريكشن اللي هيحصل لي ده هيستمر لمده نص ساعه. طيب بعد كده البليتلت اللي ماشيه في البلاد فيسل ده هتبتدي تقرب لي من المكان اللي حصل فيه انجري، حصل فيه اكسبوشر للكونكتيف تيشو اللي موجود في السيل وول بتاع البلاد فيسل، حصل اكسبوشر كولاجين. الكولاجين هيبتدي يجمع لي ويبتدي يمسك لي في البليتلتس وبعضها، يبتدي يطلع لي الاي دي بي ويبتدي الثرومبوكسان يشتغل. طيب بعد كده بعد ما اتكونت لي البليتلت بلاج هيبتدي يتكون انسولابل فايبرين وتقفل لي المكان ده، يقفل لي المكان ده عن طريق تو باس ويز، انترنسك واكسترنسك واجوليشن باس ويز. الاكسترنسك هيحتاج حاجة مش موجودة جوه الدم، لكن الانترنسك كل الفاكتورز اللي هيشتغل بيها موجودة عندي جوه الدم بتاعي. طيب الاكسترنسك والانترنسك باسوي بيشتغل فيهم 12 فاكتور بيسموهم البلاد كلوتنج فاكتور من 1 ل 13 ومفيش رقم 6 عندي، من 1 ل 13 ومفيش رقم 6، يبقوا كام فاكتور؟ 12، تمام يا شباب؟ طيب لو جينا نبص للاثنين باسوي ازاي بيشتغل؟ قال لك الاكسترنسك باسوي بيشتغل نتيجه وجود الثرومبوبلاستين اللي بيسموه التيشو فاكتور او الفاكتور رقم 3، يعمل لي اكتيفيشن للفاكتور رقم 7 اللي هو هيعمل لي اكتيفيشن للفاكتور رقم 10. طيب الانترنسك باسوي فاكتور رقم 7 يحصل له اكتيفيشن ويتحول، سوري الفاكتور رقم 12 هيتحول ل 12 الاكتيفيتد اللي هو هيعمل لي اكتيفيشن للفاكتور ال 11 يتحول لي لل 11 اكتيفيتد، الاكتيفيتد 11 هيعمل لي اكتيفيشن فاكتور رقم 9 ويحوله ل 9 اكتيفيتد، مع الفاكتور رقم 8 هيحول فاكتور رقم 10 لاكتيفيتد فاكتور 10. الاكتيفيتد فاكتور 10 وجود الكالسيوم فاكتور رقم 5 يحول لي الثرومبين للثرومبين. الثرومبين ده هيبتدي يشتغل لي كانزيم، بيشتغل كبروتييز
يحول لي الفيبرينوجين للفايبرين. الفايبرين يا شباب هيعمل لي فايبرين كلوت تقفل لي الانجر بلاد فيسل. طيب طيب يا شباب الصوت واصل يا شباب ولا لا؟ واصل كام دكتور؟ تمام الصوت واصل. طيب نكمل مع بعض يا شباب، نكمل مع بعض يا شباب. طيب انا دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، حاجه جدا مهمه ان ايه، في ناس ربنا يشفيها ويعافيها بيبقى عندهم مشكله في ان الدم ممكن يتجلط بسرعه. الناس اللي بتجيلهم مايوكارديال انفاركشن نتيجه حدوث تجلطات للجنب للدم بيبتدي يدوها حاجه تمنع التجلط. من الحاجات اللي منع التجلط ماده اسمها الهيبارين. الهيبارين ده بيعمل لي انكتيفيشن للماده اللي هي 12 11 9 و10 والثرومبين، بيعمل لي انكتيفيشن ليه، فبالتالي افلي كل الباس ويز اللي تعمل لي برودكشن لفايبرين من الفايبرينوجين، فبالتالي هيحصل ايه، فبالتالي الدنيا هتقف ومش هيحصل عندي كواجوليشن، هيحصل انهيبيشن للكواجوليشن كده. لو فاكرين يا شباب واحنا بنشرح بوزيتيف فيدباك ميكانيزم قلت لكم الكواجوليشن او الهيموستاسيس ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. ازاي؟ مش حاجة عملت اكتيفيشن لحاجة، عملت اكتيفيشن لحاجة، عملت اكتيفيشن لحاجة. نيجاتيف ازاي؟ ده بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. طيب بعد ما حصل عندي تكوين للبلوت وقفلت لي الانجرد بلوت فيسل، هيبتدي الجسم يتأهل لعملية الهيلينج، عملية الووند هيلينج. من أول مراحل الووند هيلينج إن هيبتدي يحصل بلوت ريتراكشن، إن هي الجلطة الصغيرة اللي قفلت لي البلوت فيسل ده هيبتدي يحصل لها ايه؟ ريتراكشن وترميلي كل الفلويد بارت اللي موجود فيها. الفلويد بارت اللي موجود فيها هنا اسمه ايه؟ اسمه السيرم. تمام؟ طيب البليتلت بتبتدي تشدلي كل الفايبرين ثريد اللي اتكونت، بتبتدي تطلع لي كل السيرم اللي موجود وتقرب لي الايدجز بتاع الدامجد فيسل من بعض، يجي بالناحيتين اللي مقطوعين قصاد بعض عشان الفايبروبلاست الاندوثيليال سيلز يبتدي يشتغل تاني ويبتدي ايه، يعملوني بروبر ريبير اوف انجرد بلاد فيسل. طيب في حاجه مهمه تحصل بعد كده، الفايبرين اللي اتكون لي ده بعد ما حصل ووند هيلي انا عاوز اتخلص منه. اللي بيتخلص منه حاجه اسمها الفايبرينوليتيك سيستم. الفايبرينوليتيك سيستم بوجود تو فاكتور اسمهم التشكو تايب بلازمينوجين اكتيفيتور واليوروكاينيز تايب بلازمينوجين اكتيفيتور، هيعمل لي اكتيفيشن للبلازمينوجين ويحوله لي بلازمين اللي هو هيكسر لي الفايبرين اللي اتكون عندي ده بعد ما قضى الفانكشن بتاعته، قرب لي الناحيتين بتوع الانجرد بلاد فيسلز ببعض، سمح لي يحصل بروبر ووند هيلينج، انا هبتدي بقى اكسرهم واعمل فايبرين ديجريدد برودكت. طيب الميكانيزم دي قال لك بيضدها وجود بلازمينوج
علشان ايه؟ ده عامل زي الميزان، زي كفين الميزان، حاجات تعمل لي اكتيفيشن للدستراكشن بتاع الفايبرين، تحويله لفايبرين ديجريد برودكت، وحاجات لا تعمل للكلام ده انهبيشن. تمام يا شباب؟ طيب ده بالنسبه للفلين. النوع الثالث من كرات الدم اللي موجوده عندي هي ايه؟ الليكوسايت او الوايت بي سي، الوايت بلاد سيل. طيب اتكلمنا عن ان عندي 5 ميجور تايبس اوف وايت بي سيز في الدم عندي، يا اما جرانيولوسايت اللي هي فيها جرانيول، هي سواء نيوتروفيلز الزينوفيلز والبيزوفيلز، او الاجرانيولوسايت اللي هي المونوسايت والليمفوسايت. طيب تاخد بالك ان الجرانيولوسايت والمونوسايت بيحصل لهم فورميشن بس في البون مارو. طيب هل عدد كرات الدم البيضاء عالي زي كرات الدم الحمراء زي البليتلت؟ قال لك لا، ده الرينج بتاعهم بيتراوح من 7000 ل 15000 معظم الحيوانات. سيب لي تشيكن على جنب، معظم الحيوانات بيتراوح من 7 ل 15000. والليفل بتاع different fractions او الخمسه fractions اللي احنا بنتكلم فيهم، النيتروفيلز والايزينوفيلز والبيزوفيلز والمونوسايت والليمفوسايت، بيختلف من حيوان للتاني. فقال هلاقي البيجز كاو شيب والقوط نسبة الليمفوسايت أعلى من النيوتروفيل، هلاقي نسبة الليمفوسايت والنيوتروفيل عاليين بس الليمفوسايت أعلى من النيوتروفيل. ده بيتعكس لي في الهورس والدوج والكات، بلاقي نسبة النيوتروفيل هي اللي أعلى من الليمفوسايت. لو خدت بالك يا شباب هتلاقي عندك ايه؟ الايزينوفيلز حوالي 2-5%، البيزوفيلز 1%، مونوسايت 5-6%، لكن الكميه الكبيره جدا في الدم هي ايه؟ من كرات الدم البيضاء، نيوتروفيلز وليمفوسايت. ده لما هتيجي تبص على ريبورت بتاع دم هتلاقي فيه ال على الان ريشيو اللي هي النسبه بين نيوتروفيلز والليمفوسايت. طيب كرات الدم الحمراء، لايف كرات الدم البيض، الواي بي سيز عدد الدم 1 من 1000 او 2 من 1000 من عدد كرات الدم الحمراء. كمية كرات الدم البيضة اقل ب1000 مرة من كرات الدم الحمراء. طيب في البون مارو 75% من خلايا اللي موجودة هي واي بي. طب ازاي؟ في عندي دم بلاقي الار بي سيز 1000 ضعف من الواي بي سي، ويبص على المصنع الاقي الواي بي سيز 3/4 وربع ار بي سيز. طب ازاي؟ قال لك السبب ان كرات الدم الحمراء بتتخلق وتنزل على السيركيوليشن على طول، لكن كرات الدم البيضاء بتتخلق وتتخزن في البون مارو. تمام يا شباب؟ طيب لو بدينا تروى معناها اتفضل يا حبيبي، معناها 75% من اللي 75% من التاني، عشان مش فاهم. لا، 75% من كمية الخلايا اللي موجودة في البون مارو او البريكورسرز اللي موجودين في البون مارو لهم علاقة بالواي بي سي. يعني لو انا عندي 100 خلية في البون مارو 75% منهم ليكوسايت و 25 ار بي سي. تمام؟ تمام. لو بدينا لأول نوع من كرات الدم البيض، اول نوع من الجرانيولو سايت، اول نوع هو الايه؟ النيوتروفيل، ده عباره عن مالتي لوب سيجمنتد او بولي مورفو نيوكليار سيلز.
شكلها عامل ازاي؟ بلاقي عندي كوره مدوره فيها كذا نيوكليوس وفيها شويه جرانيولز. الجرانيولز بيبقوا اسيدك ولا بيزك يا شباب؟ لا بيبقوا نيوترال. طيب قلنا النيوتروفيلز بيبقى عددها كبير جدا في الدم بالمقارنه بانواع كرات الدم الثانيه، وده عبارة عن الـ first line of defense against البكتيريا، وهنتكلم عنه بالتفصيل في آخر المحاضرة دي وإزاي بتشتغل. النيوتروفيلز لازم تاخد بالك من شوية حاجات، إن هي بتعمل amoeboid movement، بتعمل chemotaxis، بتعمل phagocytosis. النيوتروفيلز بتشتغل لي بثلاث حاجات. amoeboid movement إن هي بتشتغل زي الأميبا، يعني إيه؟ بتتنى وتمشي وتتلم وتفرد نفسها عشان تعدي من اضيق الصخور. الكيموتاكسس يبقى الاميبويد موفمنت اللي هي واحده من الثري ميجور بروبرتيز بتاعت النيوتروفيلز، بيسمح لها بان هي تعمل دايابيديسس، ان هي تتمشى وتعدي لي من بورز صغيره فتوصل للمكان اللي فيه البكتيريا الانفكشن. تمام يا شباب. حاجة تانية الكيموتاكس انها بتطلع لي مواد، بتستجيب لي لمواد، لكل المواد اللي بتطلع لي من الدسترويد سيل ومن البكتيريا واي انفكشن حصلت بالجسم، تطلع لي كيموتاكسز او كيموتاكتيك سابستانس تعمل لي اتراكشن للنيوتروفيلز عشان تيجي المكان ده وتشتغل. البروسيس الثالثه المهمه جدا تشتغل. تشتغل ازاي؟ عمليه الفاجوسايتوسيس، ان هي تعمل انجلفمنت للفورين بارتكلز. عملت انجلفمنت اللي فتح المايك لو سمحت. طيب عملت انجلفن لفورين بارتيكل زي بكتيريا، بدأت تسيب عليه الرياكتيف مولكيولز اللي موجودة في الفيزيكلز اللي موجودة جواها زي النيتريك اوكسايد والهيدروجين بيروكسايد، فتعمل له ايه؟ ديستراكشن. طيب النوع الثاني، في فيديو يا شباب حابب اوريه لكم. فتح المايك في الوشب، شوفوا دنتها ماشية ورا بكتيريا لحد ما عملت لها انجلفمنت وبدأت تعمل لها ايه؟ دستراك. تاني يا شباب، الصور دي متاخدة لايف من عينة دم وحصل لها انفكشن ببكتيريا، ف الامبويد موفمنت اللي انا عمال اكلمكم عنها النيوتروفيلز انها ماشيه ورا البكتيريا لحد ما هتلف عليها وتعمل لها ديستراكشن. لو خدتوا بالكم في عندها هي كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء تانية موجوده في الفيلد اللي قدام ده، متصوره تحت الميكروسكوب بعد ما عملوا انفكشن لعينه الدم اللي قصادي ببكتيريا. يعني في كذا بكتيريا موجوده عندي قدام بايب، هي خلاص شافت بكتيريا معينه فدنتها تجري وراها لحد ما هتعمل لها انجلفمنت وديستراكشن. حلو الفيديو ده يا شباب؟ تمام. نيجي بقى نكمل المحاضره يا شباب تاني. النوع الثاني من كرات الدم البيضة هو الإيزينوفيلز. الإيزينوفيلز مهمة علشان destruction بتاع البرازايت، خاصة البلاد برازايت. والحاجة الثانية
انها مهمه مع الماست سيل بان هم بيطلعوا لي هيبرين، بيطلعوا لي حاجات تساعدني في الالرجي والهزمة. عارفين الناس اللي بيحصل عندهم الرجي لمواد معينه دايما هتلاقي عندهم الماست سيل والايزينوفيل عاليين جدا. طيب النوع الثالث هو البيزوفيل، ده مهم في الانفلاماتوري والالرجيك رياكشن نتيجه ان هي بتطلع لي برضو هيبرين وهيستامين. الهيبرين ده انتي كواجولانت، انا كلمتكم من شويه عنه وقلت لكم انه بيعمل ايه انهيبيشن لكام فاكتور في الكاسكيد بتاع الكواجوليشن، لخمسه ديفرنت فاكتور. تمام. طيب اهميه وجود الهيبرين ايه؟ انه هيمنع لي ان يحصل كلوتنج بسرعه للدم، فهيسمح لي ان كل البلاد سيلز المهمه في عمليه الاميون ريسبونس تروح. والهيستامين ده فازو دايليت برضه هيسمح لي بالبلاد فلو يروح للتشو. لكن انا لو جيت عملت فازو كونستريكشن وكواجوليشن انا كده سبت الانفكشن تاخد راحتها في المكان ده. تمام يا شباب. طيب بنلاقي كمية البيزوفيلز عالية جدا في حالة وجود ايه وبرازايت زي التيك اللي هو البراز. طيب ده بالنسبة للثلاث انواع رئيسيين من كرات الدم. يبقى عندي نوعين، ايه هما؟ الليمفوسايت والمونوسايت. هنتكلم عنهم في سيستم جديد مهم جدا له علاقة بالدم اسمه الاميون سيستم او الجهاز المناعي. حد فيكم سمع عن الجهاز المناعي قبل كده يا شباب؟ عبارة عن سيلز، كل التيشوز، كل المولوكيولز اللي فتح عبارة عن كل السيلز والتيشوز والمولوكيولز اللي بيعملوا لي الريزيستنس بتاع جسمي لأي انفيشن من فورين بودي، سواء كان فيروس، بكتيريا، بارازايت، اللي احنا بنسميهم ايه؟ عدوى، انفكشن. السيلز، ديشوز، بروكيولز اللي بيعملوا لي ميديشن اوف ريزيستنس تو انفكشن، ده بنسميه الاميون سيستم. طيب العلم اللي بيدرس الكلام ده اسمه الاميونولوجي. ده باذن الله ماده كامله هتدرسوها معانا في السنه الجايه، الترم الثاني في سنه ثانيه. احنا هنديكم المبادئ بتاع الكلام ده اللي هو الفيسيولوجي اوف بلاد اللي بيأهلك انك انت تدرس ادفانسد اميونولوجي. طيب الاميونيتي دي ان هي قدره الجسم ان هو يعمل ريزيستنس للباثوجينز والتوكسيك افكت الباثوجين ده هيعملها عن طريق ايه؟ حاجه اسمها الاميون ريسبونس، الاستجابه المناعيه بتاع الجسم بتاعي اللي هي كولكتيف اورديناتد ريسبونس تو انترودكشن اوف فورين سبستانس ان ان انديفيدوال ميديتد باي سيلز او مولكيولز اوف ذا اميون سيستم. يعني ايه يا شباب؟ يعني استجابه مناعيه منظمه من كل الخلايا والمولكيولز المناعيه اللي في جسمي توارد ايه؟ اي انترودكشن بتاع فورين ماتيريال، يعني اي حاجه تدخل الجسم يتعرف عليها ويقول دي مش بتاعتي، بس الاميون سيستم يحصل له ويبتدي يعمل لها ديستراكشن. الاميون سيستم يعمل لها ايه؟ ديستراكشن. طيب في حاجتين لازم تقارن تفرق بينهم علشان تتعلم يعني ايه اميون ريسبونس. انا قلت لكم ايه يا شباب؟ قلت لكم حاجه غريبه، حاجه مش بتاعه الجسم اتعرف عليها وهيبتدي يهاجم. الحاجه الغريبه اللي مش بتاعه الجسم حصل لها انترودكشن وعملت ستيميوليشن للبرودكشن او ستيميوليشن للاميون ريسبونس بنسميها الانتيجين. اي جسم غريب، سواء الجسم الغريب ده كان بكتيريا، فنجاي، بارازايت، فيروس او اي فورين ماتيريال تدخل الجسم. عارفين الشوكه اللي بتدخل في ايد الواحد؟
كل الحاجات دي بيتقال عليها انتج. اي حاجه غريبه ماهيش بتاعه الجسم، كانت شوكه، ابره، دبوس، فيروس، بكتيريا، فانجل، فيروس، اي حاجه ماهيش بتاع الجسم يتقال عليها ايه؟ انتج. الجزء الثاني اللي قصادها هو الانتي بودي، اللي هو عباره عن الواي شيب بروتين بيطلع لي من بيتا سيل او موجود فري في البلط عشان يعمل نيوتراليزيشن للانتيجين ده عشان يبتدي يمسك فيه ويوقفه. طيب لو الجسم دخلوا انتيجين، الانتيجين ده هيعمل لي ديزيز نسميه الباثوجين. لو الجسم دخلوا انتيجين، الانتيجين ده هيعمل لي ديزيز اسميه ايه؟ باثوجين. طيب عرفت الاميون ريسبونس التو ميجور بارتس بتوع اللي هو ايه؟ الانتيجين الانتي بودي. هنتكلم عن الانتي بوديز انواعهم مختلفه في جزء من الاميون ريسبونس اسمه الادابتيف اميونيتي، بانواع الاميون جلوبولينز المختلفه اللي انا قلت لكم هكلمكم عنها في شابتر بتاع. تمام، قلنا انتي بودي بيتعرف على الانتيجين ويعمل له نيوتراليزيشن ديستراكشن. هل الاميونيتي مهمه لجسمنا يا شباب؟ ليه؟ لان الاميونيتي دي عباره عن الابيليتي بتاع جسمك انه يعمل ريزيستنس اليمينيشن لاي هارمفول فورين ماتيريال موجود. احنا عايشين اي حاجه بره جسمك تعرف ان هي ايه؟ فورين، سواء فيروس، توكسين، فانجاي، اي حاجه كارسينوجينيك، اي بوليوتن، اي جيرم، اي بارازايت، كل الحاجه دي لما هتدخل جسمك او جسمك هيتعرض ليها لازم الاميون سيستم يبتدي يتصرف معاها، يا اما هدخل في مرحله الاندكشن اوف ديزيز هيبتدي يدمر لك في جسمك. طيب الاميون سيستم، هل الاميون سيستم ده اورجان درسته في التشريح يا شباب؟ لا، ده عباره عن ايه؟ كولابوريشن بين الاورجانز المختلفه، ده عباره عن فانكشنال سيستم. يعني ما اقدرش امسك حته في جسمك واقول عليها اللي قاعد هناك ده هو ده الاميون سيستم، لا ده فانكشنال مش ايه؟ مش ستراكشرال سيستم، ده ماهوش كارديو فاسكولار ولا ريسبيراتوري ولا دايجستيف سيستم، لا ده ايه؟ ده حاجه وظيفيه، شويه الحاجات دي بتشتغل مع بعضها علشان ايه؟ علشان تمنع لي حدوث اي مشاكل في جسم نتيجه تعرض لحاجه خارجيه، سواء الحاجه دي كانت فيروس، كانت بكتيريا، كانت بيوتن، كانت جيرم، كانت اي حاجه، بارازايت. طيب الكومبلكس سيستم ده بيشمل ايه؟ قال لك بيشمل الفيزيكال بارير اللي عندي بره جسمي ويحط لي جسمي كله اللي هو الانتيجيومنتوري سيستم او السكن. تاني حاجه الميوكاس ممبرين اللي بتغطي لي الفتحات بتاع الجسم. طيب السكريشن اللي بتطلع من جسمي زي الايه؟ التيرز او الميوكس، بيبقى فيهم مواد انتي ميكروب بحيث ان عينيك بتدمع لما تدخل في مكان فيه تراب علشان الدموع تنزل تعمل نيوتراليزيشن للفورين بوديز اللي جوهم على الميوكس ممبرين بتاع عينيك وتعمل لهم اكسكريشن، تعمل لهم نيوتراليزيشن واليمينيشن. طيب البلاد سيلز والفاسكوليتشرز اللي موجوده في جسمك الواي بي سي بون مارو، الليفر بيطلع لي جزء مهم جدا له وظيفه مناعيه اسمه الكومبلمنت سيستم. خلي بالك كومبلمنت بالاي، في اي فيها مش سي او ام بي ال اي مش ال ام. طيب الليمفاتيك سيستم والليمفويد اورجانز ومعظم
التيشوز بيبقى فيها دورمنت اميون سيلز، بيبقى فيها سيلز ساكنه مستنيه بس اي حاجه غريبه تقرب منها تعمل لها ديستراكشن. فهمنا من الكلام ده يا شباب الاميون سيستم ده حاجه اقدر امسكها واشاور عليها بفورسيبس في الجسم؟ لا، عباره عن فانكشنال سيستم، مش ايه، مش ستراكشرال سيستم، ماهوش سيستم اشوفه في الجسم، لا ده سيستم اعرف ان هو كومبينيشن بيه الفانكشن بتاع اورجانز مختلفه علشان ايه، علشان يقوم بوظيفه واحده اللي هي ايه، تمنعلي حدوث اي انفكشن، تمنعلي وجود اي فورين بودي في الجسم. طيب الاميونيتي يا شباب اللي هي الابيليتي بتاع جسم ان يعمل ريزيستنس اليمنيشن اي بوتنشال ارم فورين بودي او سيل دخلت الجسم عندي، بتتكون من مجموعه من الاكتيفيتي. اول حاجه ان انا هعمل خطوط دفاعيه علشان اعارض دخول اي انفيدنج باثوجين، ابتدي اعمل له نيوتراليزيشن واعمل له ديستراكشن. تاني حاجه الخلايا اللي كانت بتاع جسمي بس خلاص ادمت كبرت في السن وعاوز اعمل لها ديستراكشن، بورن اوت سيلز والتشو دبر عاوز اخلص منهم واكسرهم واعمل لهم ريموفال. عاوز اتعرف على الابنورمال سيلز عشان اعمل لها ديستراكشن. عاوز اتعرف على الاورجان اللي مش بتاعي علشان اعمل له ريجكشن. عاوز اعمل ريسبونسز للتعرض لماده جسمي ما بيتقاوش او ماده الجسم مش او حاجه عندي جسمي مش قادر يتعود عليها، اورجان بتاعي بس جسمي وهو بيتخلق ما كانش فيه الميجور كومبلمنت بتاع جسمي، جسمي يقدر يتعرف عليه اعمل له ديستراكشن. لو جينا بقى نبص لتقسيم الاميون سيستم هنلاقي الاميون سيستم يا شباب عباره عن جزئين، تو لاينز اوف ديفنس. عباره عن ايه يا شباب؟ تو لاينز اوف ديفنس. اللاين الاولاني هو الانيت، اللاين الثاني هو الادب. اللاين الاولاني هو الايه يا شباب؟ الانيت اميون سيستم. اللاين الثاني هو الادابتيف اميون سيستم. يبقى انا عندي فيه كام اميون سيستم يا شباب؟ انيت وادب. الانيت ده الفيرست لاين اوف ديفنس، الانيت الفيرست لاين اوف ديفنس. طب الادابتيف ده السكند لاين اوف ديفنس، ده اللي لو الانيت ما قدرش يتعامل معاه اجيب اخويا الكبير، اجيب الادابتيف بقى عشان يتعامل. الانيت ده بيستجيب في ساعتها، ده اللي هتدخل تلاقيه في وش. لكن الادابتيف ده لازم الانيت ما يتعاملش معاه، يقعد فتره لحد ما الادابتيف يصطاده ويبتدي يتعامل معاه. طيب الانيت بتتعامل مع اي حد، اي حاجه غريبه بتتعامل معاه، لكن الادابتيف لازم تتعرف على الانتيجين وده نوعه ايه وده جاي منين ورايح فين وازاي علشان ابتدي اتعامل معاه باللي ينزل. طيب الانيت ملهاش ميموري، يعني انت ممكن تتعرض للحاجه دلوقتي والانيت ريسبونس يستجيب ليها ويدمرها، كمان شويه يبتدي يتعامل معاها تاني من الاول وجديد كانه ما شافهاش قبل كده. لكن الادابتيف لا، ده بيعين ميموري سيل، بيعين خلايا لاي حاجه بيتعرض لها غريبه، بحيث ان ايه، انا اخدت وقت على ما استجبت ليك في المره الاولانيه، في المره الثانيه هتيجي تدخل هضربك على دماغك على طول وادمرك. تمام، يبقى انا عندي في ايه، تو لاينز اوف ديفنس، في عندي نوعين من الاميونيتي، الانيت اللي هو الفيرست لاين والنوع الثاني هو الادابتيف. ده نون سبيسيفيك، ده سبيسيفيك، ده مش محتاج لك تايم، ده محتاج لك تايم، ده ملوش ميموري وده له. لو جينا نقسمه
لو جينا نقسمهم على مراحل، انا باثوجين او ميكروب هاجم الجسم، اول حاجه هخبط فيها هخبط في الانيت اميونيتي اللي هي هتعمل لي ايه؟ تعمل رابيد ريسبونس لبرود رينج من الميكروب. الانيت اميونيتي بتتقسم لي لتو ديفنس، واحد خارجي اللي هو السكين يوكس ممبرين سكريشن، واحد هو عدى من الكلام ده ودخل الجسم فتبتدي تطلع له فاجوسيتك سيلز انتي مايكروبيال بروتينز، تبتدي تعمل انفلاماتوري ريسبونسز، تبتدي تطلع لي ناتشرال كيلر سيلز، تبتدي تعمل لي اندكشن اوف كومبلمنت اكتيفيشن، فيبتدي يتعامل مع الانفيدنج مايكرو. طيب الكلام ده كله منفعش مع النوع ده من مايكروبات، ابتدي اعمل الصور بقى ريسبونس اللي هو الاكواير، ويبتدي يطلع لي السيلولر والهيوميرال ميدييتد اميونيتي. الهيوميرال اللي هو عباره عن ايه؟ انتي بودي، لكن السيلولر اللي هو عباره عن سايتوتوكسيك ليمفوسايت. يبقى لو جينا نشرح اوفرول يا شباب، اوفرول التيبيكال اميون ريسبونس بيحصل ازاي؟ قال لك بيحصل عندي تو ستيبس، رابيد ريسبونس بنسميه الانيت اميونيتي، وسلو ريسبونس بنسميه الاكواير اميونيتي. يجي الانفيدوم انفيدنج مايكروب يبتدي يقابل الاكسترنال ديفنسز، لو عدى منها يدخل على الانترنال ديفنس، عدى منها يدخل لي بقى على الحاجه السبيسيفيك، يبتدي يضرب بالمطرقه. تمام. طيب لو جينا بقى ندرسهم بالتفصيل، جينا نقول اول حاجه ايه هو الانيت اميون سيستم. قلنا الانيت اميون سيستم عباره عن جزئين، اكسترنال وانترنال ديفنس. الاكسترنال ديفنسز قلنا عباره عن اي اناتوميكال بارير موجود عندي بيمنع لي دخول الانفيدنج مايكروب او الانفيدنج باثوجين لجسم. زي ايه؟ زي الميكانيكال فاكتورز اللي هي وجود انتيجيومنتري سيستم مغلف لك الجسم، وجود ميوسيلياري سكليتورز في النوز، او الفلاشينج اكشن بتاع السلايفا تيرز واليورين. كل دول ايه؟ بيمنعولي ان اي حاجة تدخل، بيعملولي ايه؟ ووشينج اوف لاي انتجين بيحاول يدخل جسم. حاجة تانية كيميكال فاكتور تدمر لي اي حاجة غريبة هتحاول تدخل جسم. زي دي العرق اللي انت بتعرقه يبقى في انتي مايكروبيال بيبتايد تدمر في اي انفيدنج باثوجين. الحاجه الثانيه الاكل اللي انت اكلته كان فيه اي انفيدنج مايكروب، ده بلاقيه يدخل لي على الاستومك اللي فيها اتش سي ال، في اتش بتاعها من 1.5 من 1.5 ل2 تعمل لها ايه؟ ديستراكشن. لو لاحظتوا يا شباب تدرج في البي اتش بتاع المواد المختلفة، هتلاقي اليورين البي اتش بتاعه 6، البلاك كافي البي اتش 5، التوميتو جوس 4، اورانج جوس 3، ليمون جوس 2. دي درجات الايه؟ درجات مختلفة من الاكتيفيتي. تمام يا شباب، لحد ما بوصل لليفل شديد جدا من الاكتيفيتي الاسيدك اللي هي بتاع الجاستريك جو. طيب الحاجه الثانيه وجود لايزوزايم في التيرز والصلايفا يبتدي يعملوا لي ايه؟ ديستراكشن لاي انفيدنج مايكرو من غير ما يدخل الجسم. طيب في بيولوجيكال فاكتورز مهمه جدا، هي وجود ايه؟ نورمال انهابيتنج فلورا. جسمك ماهوش خالي من الميكروبات، لا ده فيه اكتر من 1000 نوع من البكتيريا بيعيشوا في الاماكن المختلفة. جسمك بصورة
طبيعية بيساعدوا جسمك انه يشتغل بصورة طبيعية. وجود الحاجات دي، وجود الميكروبات الطبيعية اللي موجودة في جسمك بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ريدكشن كل النيوتريانت، كل الحاجات المتاحة لأي باثوجينيك انفكشن او انفيدنج ميكروب، فبالتالي مش هيقدر، مش هيلاقي حاجة تساعده ان هو ينمو، فبالتالي هيموت. طيب عدى الجسم الغريب او الميكروب الغريب من الاكسترنال ديفنس، دخل لقى في وشه الانترنال ديفنس. الانترنال ديفنس يا شباب بتاعي اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة من يا سيليولار بارت اللي معظمها خلايا دم بيضة، او كيميكال عبارة عن شوية بروتينات اللي هي بيسموهم الهيومرال بارت اللي هم الكومبلمنت بروتينز وكواجوليشن بروتينز والسيجنالينج سايتوكاينز المختلفة. طيب يبقى انا عندي خلصنا من الفيرست لاين ديفنس، خلصنا من الاكسترنال بارير، دخلت على الانترن، خلص الميكروب قدر يعدي السكن، قدر يعدي ميوكس ممبرين، قدر ما يتدمرش كل الباريرز اللي قلناها، وصل للدم. وصل للدم هيبتدي يحصل له ايه؟ هيبتدي يقابل كومبلمنت بروتين وايليشن بروتين سايتوكاين كافكتور اليمنت تعمل له ديستراكشن، وهيبتدي يقابل لي كرات الدم البيضه اللي هتبتدي تتعامل معاه. لو جينا نبدا بكرات الدم البيضة واهميتها في الاميون ريسبونس، احنا اتكلمنا عن ثلاثة تايبس من شوية اللي هم ايه؟ الايزينوفيلز والبيزوفيلز والنيوتروفيلز. المونوسايت بيبتدي تدخل التيشوز وتتحول لي لماكروفاجز. النيوتروفيلز هتبتدي تعمل فاجوسايتوزيس للفورين مايكروبز. البيزوفيلز مع الماست سيل هيبتدي يطلعوا لي الايه؟ الانتي انفلاماتوري والايه؟ والانتي كواجولانت المهمين جدا اللي عندي اللي قلنا عليهم اسمائهم ايه يا شباب؟ الهيبارين والهستامين. طيب الليمفوسايت قال في منها 3 ميجور تايب، البي والتي ليمفوسايت، في نوع ثالث سبيشاليزد الكيلينج اسمه الناتشرال كيلر سيل، اسمه الايه يا شباب؟ ناتشرال كيلر سيل. في نوع ثالث يا شباب اسمه ناتشرال سيل. طيب لو بدينا باول نوع اللي هو النيوتروفيلز، ايه علاقتها بالانيت اميون ريسبونس؟ هنلاقي ان النيوتروفيلز ده نوع منتشر بكميه كبيره في كرات الدم البيضاء، بيقوم لي بالوظيفة مهمة جدا اللي اسمها الايه؟ الفاجو سايتوزيس. الفاجو سايتوزيس يعني ايه؟ يعني اي جسم غريب النيوتروفيلز هتبتدي تهاجمه، تدور عليه وتهاجمه وتاكل وتعمل له ديستراكشن، تعمل له دايجيشن. طيب لو جينا نبص، انا بقول لكم يا شباب اي جسم ايه؟ غريب. اي جسم غريب، خدوا بالكم من الفيديو اللي معايا ده يا شباب. الجسم الغريب انا وريتكم من شويه فيديو على ايه؟ على ان نيوتروفيلز لها بكتيريا عملت لها ايه؟ لانتها تجري وراها لحد ما مسكتها ودمرتها. طيب ما هو ممكن الجسم الغريب ده يبقى ببت. الفيديو ده هيوريكم ان واحد من العلماء جاب نيوتروفيل تحت الميكروسكوب، جاب ببتة، الرأتب بتاع الببتة حاجة غريبة عليها،
وقربها منها، فالنيوتروفيلز بدأت تهاجمها. دي مايكرو بيبيت، تب بتاع مايكرو بيبيت، حطها بس في مكان قريب من النيوتروفيلز. شايفين النيوتروفيلز قاعده بتعمل ايه؟ قاعده بتعمل دايابيتيسز وتقرب علشان تهاجمها. تاني يا شباب، حطها شايفين 3 4 5 نيوتروفيلز بيلفوا وراها عشان يدمروها، بيحرك المايكروبيبت وكلهم بيجروا وراها. تمام يا شباب، حط المايكروبيبت جام، شايفين النيوتروفيل بتتحرك بالدايابيديسز ازاي، بالامبويد موفمنت ازاي، تمشي لحد ما تمسك التب عشان هتبتدي تدمر. شايفين 3 4 5 خلايا. طيب في حاجه لازم تاخدوا بالكم منها يا شباب، وجود المايكروبيبت، البيبتة مش لازقه فيه النيوتروفيل، لا ده هي حاسه بالمكان حواليها تبتدي تهاجم المكان ده علشان توصل للفورين بودي وتبتدي تدمره. طيب احنا كده نرجع تاني المحاضره يا شباب. طيب ازاي النيوتروفيلز بقى هتعمل فاجوسايتوزيس ودايجيشن للميكروب؟ قال لك ان هي اول حاجه الميكروب بيبتدي يحصل له كيموتاكسيس، يبتدي الفاجوسايت تقرب منه او النيوتروفيل عندي تقرب منه. ثاني حاجه هتبتدي تعمل يحصل انفيجينيشن في السيل ممبرين بتاعها عشان تبتدي تستوعبه وتدخله جوه، ويبقى عندي فاجوسوم او فاجوسيتك فيزيكال اتكونت. يبتدي اللايسوزايم اللي هو فيه كل الدايجستيف انزايمز والدايجستيف ماتيريال يمسكوا معاه علشان يبتدي يعمل لها دايجيشن، والاندايجستيبل ماتيريال يحصل لها. تمام يا شباب. طيب الجرانيولز اللي موجوده جوه اللايسوزايمز تعمل لي دايجيشن. تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، ان النيوتروفيل اللي هتتعرف على ميكروب غريب هتبتدي تجيب اصحابها، تبتدي تبعت سيجنال لكل اصحابها اللي حواليها، تعالوا في جسم غريب انا اتعرفت عليه ومسكته وبقيت ادمره. ده هيعمل لي تريجرينج اوف انفلاماتوري ريسبونس، بحيث ان ايه، بدل ما نيوتروفيل واحده بتقابل ارمي من الانفيدنج مايكروبس، لا ده جابت اصحابها واولاد عمها واخواتها وكل الناس اللي تعرفهم بحيث يقف صف واحد يدمروا لي اي انفيدنج مايكروب. طيب النوع الثاني من كرات الدم البيضاء هو المونوسايت. المونوسايت بعد ما بتتقلق بتروح التيشوز وتبتدي تقعد فيهم وتتحول من مونوسايت في البلاد لتشو ميكروفاجس. زي ايه بقى؟ زي اللي موجودة في اللانج اسمها الالفيولار ميكروفاج، اللي موجودة في البون الاستيوكلاس، اللي موجودة في البون مارو الهستوسايت، اللي موجودة في الليفر اللي هي الكابفر سيلز، موجودة في البرين اللي هي المايكروجلايا، واللي موجودة في الانتستين اللي هي الانتستينال مايكروفاج. تمام يا شباب، اللي هم هيعملوا ايه؟ هيبتدوا يعملوا لي فاجوسايتوزيس لاي فورين بودي يدخل جسمنا في الاماكن دي. طيب الماكروفاجس، ماكروفاج بيج، ماكرو يعني بيج، فاج يعني ايتا، دول عباره عن البيج ايتا، الحاجه كبيره اللي موجوده عندي وتهاجم لي اي فورم. لو خدتوا بالكم يا شباب الفيديوهات اللي انا وريتها لكم، الحاجات اللي انا وريتها لكم، نيوتروفيل ده كان بلاد، بقول لكم هو الدم، والنيوتروفيلز بتبتدي تهاجم لي البكتيريا دي في الدم، نيوتروفيلز موجوده في الدم. لكن الماكروفاجس ده عباره عن ايه؟ مونوسايت دخلت تشو، ده يعمل لي فاجوسايتوزيس في التشو. طيب
ميكانيزم اللي هو بتيجي تتعرف ان الحته دي دخلها انجيدنج مايكروب، فبتبتدي تروح لها وتلف حواليها وتدخلها جوه وتجيب اللايسوزايم يمسك فيها ويعمل لها ديستراكشن، بعدين تنادي اصحابها علشان ايه؟ علشان تعمل لها ديستراكشن. النوع الثالث بقى من الخلايا اللي شغاله في الانيت اميونيتي بالانترنال ديفنس بتاع الانيت اميونيتي والناتشورال كيلر سيل. الناتشورال كيلر سيل ده نوع غير البي والتي لينفوسايت، ده نوع سبيشاليزد في الكيلينج، ده مولود بالرشاش تمام، ده مسؤوليته انه ايه؟ يعمل كيلينج للفيروسز للبكتيريال انفكتد سيلز وكمان للكانسر سيل. ده ايه؟ ده القاتل، ده دي الخليه اللي شغلتها القتل، اللي هي بتعمل ازاي؟ ده عباره عن الفيروس او البكتيريا الانفكتد سيل اللي هاجمها بالناتشورال كيلر سيل، عباره عن الكانسر سيل اللي هاجمها بالناتشورال كيلر سيل، عشان تعمل ايه؟ تعمل ترمينيشن ليهم وتعمل ديستراكشن ليهم. ازاي بقى يا شباب؟ How does the killer cell kill؟ طيب الجسم، الجسم بتاعي او الهيلثي سيل بيبقى عليها جلايكوبروتين اسمه الميجور هيستوكومباتيبلتي كومبلكس الام اتش سي 1. كل خلايا جسمك فيهم الام اتش سي 1، كل خلايا جسمك فيهم الام اتش سي 1. يبتدي الناتشورال كيلر سيل دي جنب الخلية لقيت فيه الـ MHC1 فتبتدي تبعد عنه، خلاص دي هيلث سيل فيها الجلايكوبروتين بتاعي بتاع الجسم فخلاص مش هاجم. طيب انا جيت قربت من خلية infected فيها فيروس ملقتش عندي ميجور ريسبونسابيلتي 1، فهعمل ايه؟ هعمل اتاكينج ليها وابتدي اعمل لها ديستراكشن، اكسر الخليه بتاعتي بالميكروب اللي جواها، اهد المعبد عليهم وعلى الرجاله. ناتشورال كيلر سيل ده واحد جه، ده المدفعيه بتاع جسم، طال دانت مدفع نزلت على البيت اللي فيه موتت تمام يا شباب. طيب في حاجة أنا اتكلمتكم عنها من شوية اسمها الميجور هيستو كومبتابلتي كومبلكس. الميجور هيستو كومبتابلتي كومبلكس ده عبارة عن جلايكوبروتين على سطح الخلية يسموه السيلف مارك، ده اللي بيقارن السيلف بالنون سيلف. يعني ايه؟ يعني بيقارن لي الحاجة بتاعت جسمي بالحاجة الغريبة عنه. طيب في منه تو كاتيجوريز، الوان والتو، ميجور هيستو كومبتابلتي كومبلكس 1 و 2. الوان ده موجود في كل الخلايا، لكن التو موجود في البي سيل والميكروفاج، موجود في البي سيل والميكروفاج. طيب دي بتمثل لي ايه؟ ميجر هوست كومباتيبلتي 1 و2 ده عباره عن اندوجينس انتيجين نتيجه ان الفيرال فراجمنت او تيومر بروتينز بيحصل لهم اكسبوجر، لكن ايه الميجور هيستو كومباتيبلتي 1 الميجور هيستو كومباتيبلتي 2 ده بيمثل لي اكسجينس انتيجين. بعد كده هيعمل لي اكتيفيشن لنوعين من التي سيل، سواء التي سايتوتوكسيك او التي هيلبر، هنتكلم عنهم المره الجايه. السلايد دي هنجيبها معانا المره الجايه واحنا بنشرح الادابتيف اميونيتي، وهنقول السايتوتوكسيك كذا عملت كذا والتي البر عملت كده. طيب يبقى لحد دلوقتي يا شباب اتكلمنا على حاجتين، اكسترنال وانترنال ديفنس. الانترنال ديفنس اتكلمنا على ايه؟ نيتروفيلز مونوسايتس وماكروفاجس وناتشورال كيلر سيل. طيب النوع بقى الهيومرال، النوع الهيومرال يا شباب النوع اللي هو عباره عن شويه بايو اكتيف مولكيولز زي complement coagulation proteins والسيتوكاين. لو بدينا اول حاجة بالسيتوكاين، خلية
ريجوليشن للبرودكشن بتاع السيتوكاين عشان تروح تمسك تارجت سيل تعرفها ان حصل عندي انفكشن، تعرفها ان حصل عندي انفكشن، ان انا عاوز ابتدي اتعامل معاه مع الانفكشن دي، ان انا عاوز اعمل انفلاميشن، انا عاوز اعمل انفلاميشن. طيب دول عباره السيتوكاينز عباره عن سمول بروتينز بيتفرزوا من السيلز بتاع الاميون سيستم، بيشتغلوا لي كسيجنال بيولز مهمين جدا في الانيت وفي الاكوايرد اميونيتي اللي هندرسها مع بعض بعد كده. طيب يعني خلايا بقى بتطلع لي السيتوكاينز، تلك الاميون سيلز زي نيوتروفيلز لما تقابل باثوجين، زي الماكروفاجز لما تقابل باثوجين، زي ناتشرال كيلر سيلز لما تقابل مايكروب انفكتد سيل او تومر سيل. طيب الليمفوسايتس اللي هي جزء من الادابتيف اميونيتي لما هيحصل لها اكتيفيشن، كل دول هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي سيجنالينج مولكيول يجيب اخواته ويجيب حبايبه ويجيب الناس اللي حواليه اللي بنسميه سايتوكاين. سايتوكاينز يا شباب في منها انواع كتيرة جدا زي الانترفيرونز الانترلوكينز والتيومر نيكروزيس فاكتور. الانترفيرون يا شباب ده عبارة عن سيجنالينج بروتين بيطلع من الفيرال مونوسايت وليمفوسايت له انتي فيرال بروبارتيز عن طريق انه بيعمل انترفيرون مع الفيرال ريبليكيشن، في نفس الوقت يبعت ليه الخلايا المجاورة انهم يا شباب خدوا بالكم احنا لقينا فيروس، ابتدي جهز نفسك انك انت هت ايه هتقف قصاد. طيب لو الانترفيرون ده ما كانش موجود اي واحد هيجيله برد كان هيموت، لو الانترفيرون ما كانش موجود اي واحد هيجيله دور برد هيموته. طيب ازاي بقى الانترفيرون بيروح للخلايا المجاورة ويعرفها ان حصل عندي انفكشن بالفيروس؟ قال لك الفيروس يجي يدخل الخلية، الخلية تتعرف عليه، تبعت اشارات كل الخلايا المجاورة يا جماعة خدوا بالكم انا اتهاجمت بفيروس، خدوا بالكم واعملوا انتي فيرال ستيت، ابتدي حصن لي دفاعاتك ضد وجود الفيروسات. يوم يجي فيروسات زيادة ما يقدروش يدخلوا كل الخلايا وما يقدروش يتحكموا لي في الريبليكيشن بتاع الخلية وما يقدروش يعملوا لي الدستراكشن للخلايا المختلفة. طيب البري وورنت سيلز الخلايا اللي انا جهزتها انها هيحصل لها انفيشن بفيروس هتعمل لها ايه؟ اقدر اتعامل معاه واقدر اصبطه. طيب النوع الثاني من الاشارات دي سميناه الانترلوكين، الانترلوكين ده عبارة عن 30 نوع مختلف من الانترلوكينات زي الانترلوكين 1 بيتا، الانترلوكين 4 6 8 10 13 15 دكتور ايام لسه في محل التفسيري لسه ما خلصتش انا بس عشان فاتح من حساب تاني يقوم بوظيفه معينه، كل واحد فيهم بيطلع يقوم بوظيفه معينه. طيب الانترلوكينز ما بيحصل لهمش ستورج، ده بيحصل لهم سينسز سيكريشن ان ريسبونس تو انفكشن. طيب دول عباره عن تي موديوليتور للبيهافير بتاع الميون سيلز، مين اللي بيطلعوا لي من التي ليمفوسايتس والماكروفاجز علشان ايه؟ علشان حاجه مثلا زي الانترلوكين 1 بيتا ده برو انفلاماتوري، ده بتزود الانفلاميشن بتزود الالتهاب، بتبتدي تعمل لي بروليفريشن للميون سيلز، تبتدي تزود انتي بودي برودكشن، تبتدي تعمل لي اكتيفيشن للميون سيلز المختلفه، يبتدي الجسم بتاعي يستجيب ويدمر لي الانفيتنج باثوجين زي الصباع اللي عندكم هنا دوت النيل دخلوا اي انفيتنج بكتيريا وجا
بيتكون باص السيل هو وبدأ يحصل انفلاميشن واحمرار للمنطقة اللي حواليه. طيب النوع الثاني هو تيومر نكروزس فاكتور الفا. التيومر نكروزس ده تيومر ده بيعمل كيلنج للتيومر، بيرفع درجة الحرارة وبيزود الانفلاميشن بتاع المنطقة اللي اتفرز فيها. طيب النوع الأخير هو الكومبلمنت. الكومبلمنت ده عبارة عن لارج طيب من الروتين بيتفرزوا من الليفر علشان يعملوا لي بايندينج بيرسونايزيشن كوتينج للميكروب علشان يبتدي الميكروب ده يتعامل معاه وابتدي اعمل فيه فتحات. الفتحات دي هتعمل لي لايسز او ديستراكشن للباثوجين بتاعي. في نفس الوقت السي بروتينز ده او كومبلمنت بروتينز اللي عندي هتبتدي تسهل لي عملية الفاجوسايتوزيس، في نفس الوقت هتزود لي الانفلاميشن وتجيب لي كل الانفلاماتوري سيلز عشان تهاجم لي الانفيدنج ميكروب اللي عندي. طب ازاي هي بتشتغل؟ بتشتغل اول حاجة انها بتعمل فاسيليتيت للفاجوسايتوزيس، هي بتيجي تمسك في الانفيدنج ميكروب اللي عندي وتبتدي تنادي النيوتروفيل علشان تمسك ويبتدي يعمل انيشيشن لعمليه الفاجوسايتوز. طيب ازاي هتعمل لي بقى ديستراكشن للباثوجين؟ بص السي بروتينز بيعملوا لي تشانل، بيعملوا لي مسح، بيعملوا لي مجرى في الوول بتاع الانفيدنج باثوجين، بيعملوا لي ده عامل زي ايه؟ زي الفانل. عارفين يا شباب اللي هو عارفين الفانل يا شباب؟ الفانل اللي هو ايه؟ ده عامل زي الافكت بتاع لما تيجي تجيب شلمو تشرب منها من نفس الحاجة الساعة. ده برضو ده الشلمو اللي هتبقى فيه الوول بتاع الانفيدنج مايكروب، هتعمل فتحات فيه. الفتحات دي هتسمح بالحركة السريعة للمية والسولت جوه الخلية عشان يحصل لها سويلينج وديستراكشن. طيب اخر نوع اللي احنا اتكلمنا عنه يا شباب اللي هو الكواجوليشن بروتين، اتكلمنا عنه في بداية المحاضرة دي، ده عبارة عن complex pathway الاكشن بتاع البليتلتس والكواجوليشن فاكتور. في فيتامين مهم جدا للاكشن بتاعهم هو فيتامين كي. طيب ازاي هيحصل بلاك كلوتينج؟ زي ما احنا اتكلمنا انجري ويبتدي يعمل لي بليتلت بلاك وبعد كده فايبرين كلوت. طيب هل الكواجوليشن مهم؟ قال لك اه في عندي بالانس بين الكواجوليشن بروتين والانتي كواجوليشن. الكواجوليشن بروتينز دول بيعملوا لي كلوتينج وانفلاميشن وابيبتوز، هيعمل بلاك كلوتينج هيبتدي يزود لي الانفلاميشن وهيزود لي الابيبتوز. طيب الانتي كواجولان ده هيمنع لي الانفلاميشن وهيمنع لي الابيبتوز. طيب وجود كميه كبيره من الكواجوليشن تعمل لي مشكله، طب نقصانها يعمل لي مشكله، عشان كده لازم احافظ عليه ايه؟ لازم احافظ عليه ببلد، لازم احافظ عليه في بلد. طيب ايه علاقه الكواجوليشن بالانيت اميونيتي؟ لما هيجي عندي انفيدنج باثوجين يبتدي يدخل لي الجسم، ده هيزود لي كواجوليشن بروتينز فيبتدي يزود الانفلاميشن ويزود الابيبتوزز بتاع الانفكتد سيلز. دي حاجه كويسه جدا. طيب خلاصه بقى اللي اتكلمنا عنه النهارده يا شباب ايه؟ ان الانيت اميونيتي ده رابيد ريسبونس يشمل لي اكسترنال والانترنال ديفنسز، والاسبوع الجاي باذن الله نتكلم عن اكوايرد اميونيتي. تمام يا شباب، حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال يا شباب؟ دكتور معلش بس المحاضره بتاعت النهارده اللي دخلت في الكيس بتاع الكلام، لا معلش دخل الكويز ده اربع مش بكره. ايه
يوم الاربعاء سوري. تمام. لا محاضرة النهاردة انت لحد لحد البليتلت انت كده داخل معانا في الكوين. البليتلت فما فوق مش داخل معاك في الكوين. بتاع اول جزء اللي احنا خدناه النهاردة تمام؟ اول جزء اللي انت خدته النهاردة داخل اللي هي اول 10 دقايق محاضرة النهاردة. ماشي. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ الكويز هيبقى الساعة كام؟ 9 بالليل باذن الله. هنزل لكم الريجوليشنز بتاعت الامتحان وهنزل لكم اللينك وهنزل لكم كل حاجة. خدوا بالكم الامتحان هيبقى 10 دقايق سوري الامتحان هيبقى 20 دقيقة 20 سؤال. ماشي يا شباب. لو اي حد عنده اي استفسار انا موجود معاكم. و حد عنده اي سؤال يا شباب؟ انا عايز اسال سؤال. قول يا حبيبي. هي حركه الخلايا البلعميه دي اللي المخ فش. طب هو المخ فش هي تعمل فاجوسيتوز ونيتروفيل برضه تعمل فاجوسيتوز برضه. ايه الفرق من يعني فاجوسايتوزيس دي بروسيس يا حبيبي مش وظيفه. دي بروسيس بتحصل ان الجسم بيتعرف او الخليه بتتعرف على جسم غريب وتبتدي تدخله جواها وت